الوالد الله يرحمه كان شاري حته الارض البور دي من زمان بتراب الفلوس، لغايه ما ربنا كرمنا والارض دخلت كردون المباني وسعرها ارتفع قوي. انت ابن حلال وتستاهل كل خير يا مزاجنجي. تعيش يا مصر، الارض دي تسوى كتير يا سي مزاجنجي. خد لك 5 من بامية دي يا دفن. متحسبيش يا حبيبي، انا ما بقرش عليك، ربنا يزيدك. انا قصدي انورك. تنورني في ايه يا ابو رنة؟ انتاج شرايط الاغاني بيتكلف. عارف يا ابو رنة ومستعد لكل المصاريف، بس عايزكم تقفوا جنبي وتساعدوني وتتفرغولي في البروفات والتسجيل عشان نعبي الشريط في الفورتي فورتي اوام اوام ونخش على غيره. ماشي، وحد كل واحد فيكم فوق نفحته نفح. احنا لعبتنا ليك يا مزاجنجي. ربنا ما يحرمنيش منكم يا وش. الله يكرمك. وامتى هنبتدي الشغل؟ المؤلفين شغالين في الكلمات وانا على راسهم كل يوم. مين اللي هيكتب يا سي مزاجنجي؟ في اغنيتين بيكتبهم الاستاذ محروس نننس. هايل، اختيار ممتاز. ده واد دماغه متكلفه، بيعرف يجيب الكلمه من الشمخ الجواني. وفي غنوتين تانيين شغال فيهم الريس ستاموني. يا عيني يا عيني عليه يا عيني، ده اللي قال لك يا غزال النيل طال نيلي. من هجر الاحبه اتقطع حيلي. شريف ده كسب يجي من نص مليون اهي. طبعا، لانه ما كانش فيه اهيف منه. ومين اللي هيلحن؟ ايه يا استاذ شعنوق، هو احنا برضه هنجيب حد يلحن لنا؟ ايوه بس احنا عازفين. العزف هو التلحين يا استاذ بيسي، وانت سيد العازفين. ازاي بقى؟ هو في تلحين من غير عزف؟ لا خلاص، هو الملحن هيعمل ايه اكتر من اللي احنا هنعمله يا جماعه؟ ايه الكلام ده؟ بعد الكلام ما يتالف هنقعد هنا كل ليله مع بعض، ومعانا كيفنا ومزاجنا ورخوتنا الحلوه ام نمر كبيره ومفن، وكله يلحن نفسه. ومين بقى من المطربين هيرضى يغني معانا من غير ملحن؟ انا. انت ايه؟ انا اللي هعبي الشريط بصوتي.